بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي وأمي وأمهات المسلمين أجمعين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض ديكور بسيط جدا للمطبخ أو الضيوف عندك، حاجة كده ركن بسيط لرمضان، ظريف جدا وكيوت، مش بياخد وقت خالص. أنا ما جبتش قماش خيامية، كان عندي الزينة ديت قديم من السنة اللي فاتت، وللأسف كانت نوعها مش كويس، نوع فيه شرشبة كده، فقلت إن أنا أستغله وأعمل بيه حاجة إيه لطيفة. لو عندك طبعا قماش براحتك زي ما يعجبك. هنحتاج الزينة ديت وصينية مش محتاجاها، دي صينية بتاعت بسبوسة جاية من مونجيني، فقلت ايه استخدمها. كل اللي هعمله ان انا هقص القطع ديت والزقها على الصينية بشكل ان انا اغطي الصينية كلها، اكسيها يعني، سواء كنت هتستخدمي غيرها او هتستخدمي دبل فيس، هتستخدمي لزق سيليكون شمع براحتك. انا هاخد بس دبل فيس على الطرف كله وابدأ الزق القماش بتاعي عشان يكون شكله متساوي ويثبت الاركان بتاعتي. وده شكل الصينية بعد ما اتعملت، ما خدتش مني وقت خالص خالص يعني. تاني حاجة هي ان انا اعمل شوية صغنن كده زي اللي شفتوه في المقدمة، احط فيه بلح او اي حاجة تانية عندك من مكسرات رمضان. تاخدي قطعة مستطيلة او مربعة الحجم اللي انت تحبيه، وهتطبق وتتخيط طبعا وتتني من فوق كل الاطراف ديت. ده كده شكلها بعد ما اتعملت. عشان الشوال يكون راكز على الارض بنعمل فيه مثلث من هنا، البوزة ديت من هنا ومن هنا، زي ما كنا من اهالينا بيعملوا زمان للمخدات بالشكل دوت. وبعدين ممكن تقص الجزء دوت او ما تقصهوش عشان يبقى الشوال راكز معاكي بالظبط زي ما انت شايفاه كده. ممكن ما تعمليهاش بس هو كده بيكون واقف حتى لو هو فاضي زي ما انت شايفاه كده. برضو كترت انت شايفاه النهارده، وده شكله لما حطينا فيه البلح. يبقى كده دي تاني حاجة احنا عملناها بعد الصينية، وده شكله معاها، بسيط جدا ومأخدش مننا اي وقت خالص. الفكرة التالتة، برطمان فاضي والاكياس بتاعة السبوع. اكياس السبوع دي مفيش بيت مفيهوش، وممكن تشتريهم من المقلب، بصراحة انا عندي، انا بحبهم ينفعوا في حاجات كتير. وهنلزق الاكياس ديت على البرطمان الفاضي ونعمل برطمان برضو شكله حلو للبلح او للتين او للزبيب، زي بقى ما عندك، وربنا يرزقنا ويرزقك. اول حاجة هقطع الاجزاء الصغننة الذهبي ديت الرباط بتاعها، وبعد كده ابدا الزقه. انا هستخدم السيليكون، ادينا قطعت الاجزاء بتاعته وهبدا الزقه عليه، مش بياخد وقت خالص. حطيت قطعه من الخشب اسند عليها عشان البرطمان كان عمال يتزحلق. ادي شكله بالظبط كده. الغطا بتاع البرطمان هاخد قطعه من القماش بتاع الخياميه والزقه عليها، لزقته برضو بالشمع بتاع السيليكون، قص واتلزق حواليه، نشيل الحته دي كده. وده شكله بعد ما اتعمل، لطيف خالص خالص، حتى لو بنوتة صغيرة او ولد صغير ابنك ممكن يعمله، وصدقيني هيبقى حلو وهيبقى مبسوط بيه. وكده عبيناه هو كمان بالبلح، وادي الصينية بتاعتنا، حطينا عليها البلح في البرطمان وفي الشوال، وحطينا شوال كمان عين جمل. كل عام وانتم بخير، اتمنى الفكرة تعجبكم ان شاء الله وتشيروها لاصحابكم وعملوها مع اولادكم باقل حاجة، نقدر نفرح البيت ونفرح اولادنا. كل عام وانتم بخير. مروة حماد.